باكستان بدأت بالدخول بشكل مباشر على المواجهة التجارية بين إيران وإسرائيل، وتفاصيل هذا الأمر نشرت خلال 24 ساعة الماضية من عدد من المصادر، من ضمنها المصادر الإسرائيلية. على سبيل المثال الجيروزلم بوست تحدثت عن هذه المسألة، ونقلتها مصادر أخرى مثل ذا كريدل. والأمر مرتبط بإبلاغ تام من قبل باكستان للجميع بأنها سترسل صواريخ شاهين 3 لإيران في حالة اندلعت الحرب الشاملة بين إيران وبين إسرائيل. وهذا الصاروخ الذي نراه هنا هو ليس بالصاروخ العادي أبدا. باكستان احتاجت 10 سنوات كي تصمم وتصنع هذا الصاروخ من عام 2003 حتى عام 2013، ودخل للخدمة في عام 2015، وأعادوا اختباره في عام 2022. هو صاروخ أرض بالستي يصل مداه إلى 2750 كيلومترا، وليست مشكلة وليس بالأمر بمشكلة بالنسبة لباكستان كي ترسل هذا الصاروخ لإيران. هذه هي باكستان كما ترون، وهذه هي إيران. جغرافيا لا مشكلة، هنالك ارتباط مباشر وحدود برية مباشرة بين البلدين. وعلى هذا الأساس ببساطة تقوم باكستان بإرسال هذا الصاروخ على مستوى البر، أو حتى أن تقوم بإرساله عبر شحنه بالطائرات، أو حتى عبر المياه، والمسافة قصيرة للغاية ولا مشكلة أبدا. وهذا الصاروخ ممكن أن يضيف قدرة هائلة للغاية للترسانة الصاروخية الإيرانية الهائلة من الأساس. كذلك أن روسيا أيضا يجب أن لا ننسى هي حاضرة في عملية إرسال المنظومات الدفاعية ومنظومات التشويش، كما تحدثت الكثير من المصادر مؤخرا، مما يزيد من قدرات إيران بشكل كبير في أي مواجهة حالية أو مستقبلية ضد إسرائيل. لكن دخول هذا الصاروخ على الخط هو يشكل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل. لماذا؟ لأن هذا الصاروخ قادر على حمل الرؤوس النووية، وهذه مسألة تحتاجها إيران كثيرا. إيران لا زالت في قيد دراسة كيفية وضع القنبلة النووية إذا ما وصلت إليها على الصواريخ الخاصة بها. بالتالي دخول هذا الصاروخ سيفيد إيران في دراسته وفي دراسة التكنولوجيا هذه لكي تستفيد منها على مستوى صواريخها لتصل للقنبلة النووية، ومباشرة تضع القنبلة النووية على صواريخها. كذلك لا بد أن لا ننسى أيضا أن باكستان التي نتحدث عنها هي دولة نووية تمتلك القنبلة النووية، وإيران قريبة للغاية من الوصول للقنبلة النووية. بالتالي بوجود باكستان وروسيا سوية كحلفاء بهذا الشكل بإرسال أسلحة بهذه الطريقة لإيران، هو يعني أن إيران ستصل للقنبلة النووية لا محالة، بالاستفادة من كل هذه الخبرات المهمة من هذه الدول النووية. وبالتالي واضح جدا أن الفكرة من باكستان هنا لردع إسرائيل من العملية الانتقامية القادمة من إيران لإسرائيل، وأن تبحث هذه العملية وهذه الأنباء أن لا تفكر إسرائيل بأي رد نهائيا ضد إيران، وأن تكتفي بمحاولة إفشال الهجوم، وأن لا تندرع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذا الصاروخ قد يدخل والمزيد من الأسلحة ممكن أن تدخل، وممكن القنبلة النووية أيضا أن تصل، وبالتالي سنصبح أمام حرب هائلة للغاية موجودة في هذه المنطقة. ولكن نحن نتحدث هنا عن أنباء صحفية. باكستان على المستوى الرسمي لم تذكر أي شيء حول هذه المسألة، وكذلك هي تمتلك علاقات مهمة للغاية مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي من الصعب للغاية تخيل باكستان أن تذهب بهذا الاتجاه مع هذه الظروف. ولكن أيضا في نفس الوقت باكستان لم تنفي هذه الأنباء، هي لا تمتلك أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. كذلك هي تمردت كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا العام، تحديدا خلال شهر فبراير، وذلك بسبب خط أو الأنبوب الخاص بالغاز الطبيعي الذي بدأت باكستان بالعمل عليه في شهر فبراير من هذا العام، وذلك من أجل أن تقوم ببساطة باكستان بشراء الغاز الطبيعي الإيراني لأنها بحاجة لهذا الأمر. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية قالت في حينها، طبعا إيران أكدت هذه المسألة وأكدت هذا المشروع وبأنه دخل في المراحل الأخيرة، والولايات المتحدة الأمريكية طبعا حذرت باكستان من الذهاب بهذا الطريق لأن إيران معاقبة وبأن هنالك عقوبات، وهذه مسألة تهرب من العقوبات بالنسبة لإيران ومخالفة لباكستان في
الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وبالتالي هذه قد تسبب مشكلة بالنسبة لباكستان. والولايات المتحدة رفضت تماما هذا أو هذه الصفقة وتريد فرض ضغوط، وحاولت فرض ضغوط على باكستان، لكن باكستان في نهاية المطاف والمسؤولين الباكستانيين قالوا ببساطة بأننا لن نلتزم بالضغوط الأمريكية، لسنا بحاجة لأي سماح من الولايات المتحدة الأمريكية كي نشتري الغاز الطبيعي من إيران، لأننا بحاجة لهذه المسألة، وهذه دولة جارة وهنالك الكثير من المصالح بيننا وبين إيران. وهذا هو يوضح التمرد الكبير الواضح من قبل باكستان، بالتالي لن يكون غريبا أبدا أن تتطور الأمور إلى هذا النوع من الأسلحة ليذهب من باكستان إلى إيران بشكل مباشر. ويابد من الانتباه أيضا إلى أن الأمور أصبحت خطيرة للغاية. التقييمات الأمريكية الأخيرة كما نشرت The Guardian البريطانية عن مسؤولين أمريكيين بأن فرص إقناع إيران بالتراجع عن أي عمل عسكري أصبحت الآن ضئيلة للغاية، كذلك أن إسرائيل لم تعد تبحث عن عملية استباقية أو ضربة استباقية على إيران فقط، لا أبدا، بل أن قناة أن الثانية عشر وكما نقلتها الإسرائيل ريدار أكدت بأن إسرائيل الآن تبحث أيضا عن تنفيذ عملية عسكرية استباقية على حزب الله اللبناني قبل أن يبدأ بالمشاركة في الهجوم الإيراني على العمق الإسرائيلي. ولارا سيليغمان من الوول ستريت جورنال كانت قد أكدت بأن طائرات F-18 على متن ثيودور روزفلت حاملة الطائرات العملاقة المتواجدة حاليا في خليج عمان قد انتقلت من حاملة الطائرات مباشرة إلى إحدى القواعد الحليفة في الخليج العربي للولايات المتحدة الأمريكية. ويعتقد أو يعتقد موقع أوسن ديفندر بأن هذه الطائرات حاليا هي موجودة في قاعدة العديد القطرية، وهذا يضاف إلى طائرات F-22 رابترز الأمريكية التي ظهرت صباح هذا اليوم ويتصل إلى إحدى القواعد البريطانية، والتي ستتجه بعدها من بريطانيا مباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط. سلاح هائل للغاية يصل إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل حماية إسرائيل من الهجوم الإيراني المرتقب. وتلاحظ هنا السفن الحربية أيضا في آخر تحديث لانتشارها، تلاحظ هنا حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت مع المدمرات المرافقة لها، وتلاحظ هنا أيضا USS مايكل ميرفي موجودة هنا بهذا الاتجاه، وأيضا لدينا مدمرتين أمريكيتين USS كول USS لابون، وترى هنا أيضا عدد من السفن الأمريكية منتشرة بهذا الشكل الهائل. هنالك الكثير من السفن الحربية، طائرات الحربية، جنود المارينز، تحشيدات هائلة حتى من دول أخرى مثل بريطانيا وحتى فرنسا. بحسب مينش أوسن تلاحظ هنا بأننا أمام سفن بريطانية مثل HMS دانكن الموجودة على السواحل اللبنانية أو قريبة من السواحل اللبنانية، وترى هنالك مدمرة فرنسية موجودة في هذه المنطقة مع السفن الحربية الأمريكية المنتشرة في كل مكان كما نلاحظ. ورغم هذه الحماية الهائلة الموجودة في المنطقة إلا أن إسرائيل واضحة كما تحدثنا بأنها ترغب في تنفيذ هجمات استباقية لتحمي إسرائيل من أي ضرر كبير ممكن أن يكون قادما، لأن التوقعات تذهب بأن إيران ستنفذ هجوما كبيرا وغير مسبوق على إسرائيل، وقد تكون واحدة من القواعد التي ستذهب إسرائيل لاستهدافها قبل أن تطلق أي صاروخ أو مع موجة الصواريخ الأولى، هي قاعدة تبريز تحديدا، القاعدة التي تعتبر تهديدا مباشرا على إسرائيل، على شمال إسرائيل وعلى حيفا. وإذا ما ذهبنا على سبيل المثال إلى هذه القاعدة لنطلع على تفاصيلها لنفهم كيف من الممكن لإسرائيل أن تفعل شيئا لهذه القاعدة، هذه هي تبريز إلى شمال غرب تبريز على مسافة 19 كيلومترا. سترى بأنك أمام هذه الجبال أو هذا المرتفع 180 درجة بالكاميرا، وسنرى أننا فعلا أمام بعض التحركات أو المباني أو المنشآت الصاروخية. وسترى كدليل على هذه المسألة هذه المنصة لإطلاق الصواريخ كما نلاحظ، يبدو بأنه من نوعية شهاب 3. نعود بالتاريخ قليلا الآن ونتجه إلى اليمين قليلا وسنرى بأننا أمام عدد من المنصات، هذه منصة أخرى لإطلاق الصواريخ، وسترى أيضا بأننا أمام منصة أخرى أيضا هنا ستظهر بالقمر الصناعي، وهنالك أيضا بعض المنصات لإطلاق الصواريخ الأخرى مثل على سبيل المثال هذه المنصة وهذه منصة هذه منصة أخرى من تاريخ مختلف، وهذه عبارة عن ثلاث منصات. وكذلك أن هنالك مداخل في أنفاق أو مداخل لهذه الجبال، سنلاحظ بأننا أمام مدخلين على سبيل المثال هنا بهذا الاتجاه كما تلاحظ، مداخل قد لا تكون واضحة
ولكن ممكن أن نأخذ صورة واضحة من القمر الصناعي. نحن أمام مدخلين، مداخل كبيرة لمنصات إطلاق الصواريخ، وأيضا ترى هنا بأننا أمام مدخل آخر هنا وخلفه من الجهة الأخرى لنفس هذا المرتفع أو هذا الجبل، ها نحن أمام مدخل آخر، بالتالي مداخل منصات لإطلاق الصواريخ. وهذا كله يوضح ويعطي فكرة بأن إيران ببساطة عندما تنوي إطلاق الصواريخ مثلما فعلت في شهر أبريل على سبيل المثال بعملية الوعد الصادق، تظهر هذه المنصات لإطلاق الصواريخ من هذه الفتحات أو المداخل التي تحدثنا عنها، وتبدأ بإطلاق الصواريخ بهذا الشكل لتعبر الحدود الإيرانية باتجاه إقليم كردستان، باتجاه سوريا، لتصل إلى الشمال الإسرائيلي. وبالتالي ممكن من ظهور هذه المنصات بهذا الشكل واستعدادها للاستهداف، ومع وجود تقنيات الأقمار الصناعية والطائرات التجسسية إن كانت الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الطائرات التجسسية الخاصة بإسرائيل، ممكن لإسرائيل أن تستفيد من هذه التقنيات لمعرفة متى ستظهر وتستعد هذه المنصات لإطلاق الصواريخ، وتأتي بطائرات F-35 على سبيل المثال الشبح لتضرب هذه المنصات. وهذا هو شكل أساسا الضربات الاستباقية التي تهدد إسرائيل بتنفيذها ضد إيران، وبالتالي ستحمي إسرائيل نفسها من أي موجات عالية أو موجات كبيرة من الصواريخ قدر الإمكان، ومحاولة إفشال الهجوم مع الطائرات الموجودة أساسا إن كانت فوق الأجواء العراقية أو حتى فوق الأجواء السورية بمساعدة بريطانيا وبمساعدة فرنسا. بالتالي هنا نلاحظ الطريق معبد بالنسبة لهذه القاعدة، إن أرادت الاستهداف فعلا سترى بأن الطريق متجه مباشرة بخط واحد بين العراق، إقليم كردستان نتحدث طبعا، وكذلك سوريا لتصل مباشرة إلى الشمال الإسرائيلي، وليست أي مناطق موجودة في الشمال، مرتفعات الجولان وكذلك حيفا. وهذا يأتي في ظل تقديرات إسرائيلية لطبيعة الهجوم القادم على إسرائيل في حالة بدأ الهجوم من قبل إيران، هو سيأتي من العديد من الجبهات. ويعتقدون طبعا بالنسبة لإسرائيل بحسب آخر التقديرات التي نشرت من الإسرائيل ريدار أو معارف العبرية، كانت قد تحدثت بأن من الممكن جدا لإيران أن تقوم باستهداف مبنى الكنيسة في القدس أو مبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حتى المقرات العسكرية الخاصة أو المقر العسكري بالجيش الإسرائيلي الموجود في تل أبيب أو القواعد العسكرية الأخرى أو المطارات العسكرية وغيرها. هذه كلها من الممكن أن تكون أهدافا بالنسبة لإيران، لأن روسيا طلبت من إيران مؤخرا بزيارة سيرجي شويغو مؤخرا إلى إيران بأن لا يكون هنالك أي استهداف للمدنيين الإسرائيليين، بالتالي هذه المقرات محتمل جدا أن تكون هدفا بحسب التقديرات الإسرائيلية. وبدرجة أقل تتوقع إسرائيل أن الهجمات ستأتي باتجاه البنى التحتية المدنية على سبيل المثال الموانئ مثل ميناء حيفا أو حتى خزانات الوقود أو مستودعات الوقود بشكل عام أو مستودعات الغاز الطبيعي، لأن هذه الاستهدافات تعلم إيران بأنها ستدفع إسرائيل لعملية انتقامية خطيرة للغاية، لأن ضرب البنى التحتية المدنية يعني أنهم يريدون إزالة إسرائيل من الوجود نهائيا. عند ضرب البنى التحتية يعني لا حياة، يعني بأن على المدنيين الإسرائيليين أن يغادروا تماما. بالتالي هنالك مراحل لهذه التقييمات ولا زالت الأمور غير أكيدة، ويتوقع وتتوقع الولايات المتحدة أن تكون 48 ساعة القادمة هي الساعات القادمة لطبيعة الهجوم الإيراني. لكن يجب أن ننتهي أو تنتهي زيارة مهمة لعلي باقري كني القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني الذي ذهب مباشرة إلى جدة في المملكة العربية السعودية وليحضر اجتماعا طارئا لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اغتيال هنية. ننتظر ونرى ما الذي سيحدث من هذا الاجتماع الذي قد يكون هو آخر اجتماع قبل أن تقوم إيران بعمليتها الانتقامية المرتقبة ضد إسرائيل. العامل الباكستاني عامل مثير للغاية وإن كانت الأنباء غير رسمية.